هنا كذلك نلاحظ أن هناك مثال آخر يتطلب حلا آخر مغاير للحل الذي وجدناه في الأمثلة السابقة. نلاحظ هنا كما قلنا يجب أن نجمع المجهول هنا وهنا، أن نجمع الأعداد المعلومة. كيف ذلك؟ هنا أولا كما لاحظنا ممكن هنا ننشر يعني 7 × 2 إكس تساوي هي 14 إكس، وسبعة في ثلاثة هي 21، هنا 14، هنا ما تغير والو. هنايا نجيبو المجهول عن المجهول 14 إكس، هنا زائد كتولي هنا ناقص 14 إكس تساوي هنايا عندنا 35 بتبقى في بلاصتها، يعني إشارتها تبقى إشارتها، وعندنا هنايا ناقص 21 بتمشي الجهة الأخرى، يعني خصنا نديرو إشارة زائد ومنه نكتبو 21. إذا نلاحظ هنا 14 إكس ناقص 14 تساوي 0 إكس، وهنا 35 زائد 21 تساوي عندنا 56، 1 و 5 6 2. نلاحظ هنا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن 0 إكس يساوي 56، وهل هذا صحيح؟ نعلم أن 0 في الضرب فهو يساوي أي عدد ضربناه في 0 فهو يساوي 0. إذا وهذا الشيء، هل هذا يمكن؟ هل 0 في عدد يساوي عدد معلوم؟ لا، يساوي عدد غير 0. لا، إذا نعلم أن هنا يساوي 0، و0 بطبيعة الحال يخالف 56. ماذا نقول؟ هذا غير ممكن، هذا غير ممكن. الحل ديال هذا، الحل ديال الجملة اللي ممكن نقوله هنايا في الخط ديال المعادلة، نقول أن المعادلة، نقول إن المعادلة ليس لها حل، ليس لها حل، أو نقول أنها لا تقبل، لا تقبل حل. مفهوم؟ إذا ممكن نقول هذه الجملة، وكان لاحظوا هنايا هذه راه مهمة، حالة مهمة وممكن تحط هي بحال شي بياج، ولكن هي الحل ديالها نتوما تلاحظوا الطريقة بحال داكشي اللي دوزنا. هي هنايا تلاحظوا في النتيجة بأنه بحال هذا 0 × x، نعلم أن كل عدد في 0 فهو منعدم ويخالف لي 56، ومنه فبالتالي فإن المعادلة ليس لها حل. إذا